عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميليا. أتمنى تكونوا بخير وبأحسن الأحوال. اليوم غادي نشارك معكم طبق الدجاج بالخضر في الفرن اللي كيجي لذيذ بزاف ورائع. بقوا معايا تشوفوا المقادير والطريقة التحضير. عندنا نص معلقة الملحة، نص معلقة ديال البزار، نص معلقة ديال الخرقوم، معلقة ديال سكنجبير، وثلث الفصوم ديال التومة، والزيتون بالعظم، والحامض مصير. انا الحامض مصير ديال الدار، ان شاء الله غادي نخصص واحد الحلقه نوريكم كيفاش كندير ليه، وكيجي زوين حسن ديال الزنق. وعندي واحد معلقه ديال لاصوص صوجا، هذه اختياريه، ومعلقه ديال لاموطارد. ودرا عندي هنايا نص دجاجه تقريبا، نتوما بالنسبه للكميه اختياريه على حسب الافراد، تقدر ديروا اكثر تقدر ديروا قل. وعندي بصلة مقطعها شرائح، والبطاطا حتى هي مقطعها شرائح، من الأحسن ما تكونش غليظة وما تكونش رقيقة. نديرو التتبيلة ديال الدجاج، وبإمكانكم أنكم ديروا القضية الليلة قبل باش الدجاج كيجي منسم كتر. بالنسبة للصوصوجة اختيارية، اللي ما عندوش ماشي مشكل. وكنضيف الزيت الدجاج في هاد الماريناد، وغادي نخليه على جنب على ما نوجد البطاطا والبصله اللي غادي نرافقهم معاه. الماريناد اللي درت فيها الدجاج درت فيها حتى بطاطا باش حتى هي تنسم ليا، والبصله حتى هي. كناخد الصينيه ديال الفران، كنفرش فيها البصله، وكندير فوق منها بطاطا، وكنزيد الدجاج. الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا انا خليته بالجلده ديالو باش يتحمر ليا. زدت طريفات الحامض والزيتون. انا هنا ما غادي ندير لا ما لا حتى شي حاجه، البصله هي اللي غيطلق لي الماء، وغادي شاف بها باش غادي يطيب الدجاج وطيب البطاطا. ندخلو الفران على عافيه مهيله حتى كيطيب، عاد غنشريه الفوق باش يتحمر. الوشكل ديال الدجاج كيجي هائل ولذيذ، نتمنى تجربوه. هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد.